في ظل الأوضاع المتقلبة لقطاع التعليم في المناطق المحررة، وزعت الهيئة السورية للتربية والتعليم هيئة علم القرطاسية وبعض المستلزمات للتلاميذ وخاصة المخيمات الحدودية في خطوة منها لدفع عجلة التعليم للأمام ولو بشيء يسير. تعمل الهيئة السورية للتربية والتعليم هيئة علم على موضوع طباعة وتوزيع السجلات المدرسية على المدارس في المناطق المحررة، كما تعمل على توزيع القرطاسية المدرسية على مدارس المخيمات والمدارس الحرة، نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها أهلنا في الداخل السوري وخاصة مخيمات اللجوء الداخلي. تضمنت القرطاسية حقائب مدرسية ودفاتر وأقلام، فضلا عن بعض الهدايا لرسم البسمة على وجوه الأطفال التي غابت معظم الوقت عنهم نتيجة النزوح والتهجير وظروف الحرب، ناهيك عن الفقر وعدم استطاعة ذويهم تأمين متطلباتهم. استفدت منها كثير ومبسوط، وفيها تلاوين وأقلام ودفاتر. كان في عندي شنتاي عتيقة ما فيها شيء، اجوا سلمونا هم. في أقلام زرق، في أقلام رصاص، في دفاتر، ما كان عندنا في شيء. وكما وزعت الهيئة سجلات للمدارس لجدولة وتنظيم المدرسة من دوام التلاميذ وحضور المدرسين وضبط العلامات وغيرها من أمور التنظيم لنقل عمل المدارس من الفوضى والعشوائية إلى التنظيم والترتيب. قدمت أن هيئة علم سجل موجه ودفتر غياب ودفتر تحضير المعلمين، ساعدتنا على تنظيم المدرسة يعني وحصر كمية الغياب والحضور وتقييم المدرسين من خلال دفتر الموجه ودفتر العلامات. يعاني قطاع التعليم في إدلب وخصوصا في المخيمات من العشوائية وعدم الاستقرار لما تمر به المنطقة من نزوح متكرر واستهداف المدارس من قبل طيران العدوان الروسي وقلة المنظمات الداعمة المهتمة بأمور التعليم. نتيجة الفقر الذي يعاني منه الطلاب النازحون في المخيمات، تقوم المنظمات الخيرية المهتمة بشؤون التعليم بتقديم المستلزمات المدرسية من سجلات وقرطاسية في خطوة منها لدفع عجلة التعليم إلى الأمام. هاشم العبدالله، أورينت نيوز، ريف وإدلب.